بجامعة الفيوم تم إنشاء هذا المركز دعما لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، مركز تواصل الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بهؤلاء الأفراد. وضمن الخدمات والأنشطة المختلفة التي ينظمها المركز، تم تنظيم هذه الدورة التدريبية لطلاب وخريجي كلية التربية النوعية من الصم وضعاف السمع لتنمية مهاراتهم في استخدام برامج الحاسب الآلي وتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل. عملتهم هنا بيتعلموا الكمبيوتر وبيتعلموا بيعملوا لنفسهم يعني تقديم عشان يقدر يقدم نفسه ويعملوا أبجريد تنمية القدرات وكده، حتى له فرصة تتناسب، فرصة عمل تتناسب والمواهب بتاعه. المركز يقدم خدماته المجانية كذلك لتقديم الدورات التدريبية لتعلم لغات الإشارة.